نروح نشوفوا تعليق سلبي واحد اخر مع بعض. هذا قال لك بيرسو تعييني تحب تعاند لي تشيرك. هاي نو نو انا نسرى نسرى فاش نحب نعاند لي تشيرك في الاداء في المسلسلات. انا في تابعت حتى خلال عرض النار البارده كاين بزاف ناس يقول لك هاد المسلسلات ما راهيش تمثلنا ولا المسلسلات الجزائريه ما يشبهولناش يشبهوا اكثر شيء للاتراك. فاش في القصه في الاداء في طريقه اللبس في الاداء الاداء باسكو راه يجي يتبع يتبع السيناريو الاداء واش يتبع يتبع الشخصيه اللي راح يتقمصها الفنان هذاك الكوميديان. صح. انت من الناس اللي يتبعوا دراما تركيه ولا نتبع دراما التركيه؟ وي ما تشوفيش انه كاين غزو ولا الثقافه التركيه الثقافه العثمانيه لعالم الابداع ماشي فقط في الجزائر حتى في كل الوطن العربي هذا وعلاش غزو ثقافتهم قدروا انهم يفرضوها علينا؟ ما يفرضوهاش علينا ابدا، حتى احنا رانا في تطور. وعلاش راك اخذتوها من هذا الجانب؟ وعلاش؟ وعلاش المسلسلات الاولى نسرين اللي شاركتي فيهم كانوا القصص يشبهوا المجتمع الجزائري، في النار البارده مثلا القصص اللي شفناهم ما يشبهوش كنا القصص اللي سيناريو كانوا كاري. فهمت؟ من حنايا احنا الفنانين كنا نحوسوا على احنا يعني شوف واش نقول لك pratiquement كامل لي زيستوار اللي راهم يعني يعالجوهم في رمضان كامل دي زيستوار كاري ويتشابهوا تاع العام اللي فات يتشبه تاع هذا العام تاع هذا العام يشبه العام الجاي. هذا العام شفنا يعني شفنا حاجه يعني نوع جديد ربما كسوسوا. انا نقول لك باللي ما واسمو سيناريو تاع الخاوه انا جيت تري تري كونتونت كي شفت هذاك هذاك يعني هذيك لا برودكسيون وهذاك العمل. وشنو هذاك كان عمل يعني ناجح نحبه ولا نكرهه اللي كان ناجح على مستوى كل على كل المستويات. فهمتني؟ جاب لي ربي احنا ندعموا العمل الناجح. اكيد. خلاص مالا. سان فو با ديغ رانا نقلدوا في الاتراك ولا نقلدوا في ليزاميريكان ولا علاش؟ فهمت؟ وهاد ديجا لي زيستواغ هادو منين ماخوذين؟ ماخوذين من الواقع اللي رانا عايشينه حنا. فوالا. سي تو. بوتيتر كو سيت اني il y avait des trucs un peu osés osés ماشي في الوسمو باسكو كاين حوايج اللي رانا عايشينهم صح برك ما عندناش الجرأة انه نعالجو المواضيع يعني شويه حساسه في لا تيليفزيون. صح بالك هاد الجرأه اللي كانت مفقوده في واحد الوقت دوكا ولات بدات تولي فوالا. لكن هاد الجرأه هادي علاش ما ناخذوهاش من الجانب الايجابي؟ ربما تحلك عينيك في في في, في اشياء ولا وعلاش حنايا نشوفوا ان فيلم ترك اللي يعرض في الشاشه الجزائريه يعني على القنوات تاعنا نشوفوه افيك ان غران بليزير نشوفوه ونتبعوه القصه كامل. كي يجي ان الجيريان يا اخي ان رياليزاتور الجيريان ولا ان سيناريست ولا باش يجي ويطرح عليك يعني فكره ما احنا نقولوا لا طابوهات وكامل. وعلاش نتقبلوها من عند الاتراك ولا من عند من عند واحد اخرين وحنايا من من علاش ما ننتجوش حنا؟ صح. وعلاش؟